في إطار استعداد منتخبنا الوطني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم والمقررة بجزر سيشيل، خاض مساء أمس أولى تجاربه الودية أمام شقيقه المنتخب الإماراتي والتي خسرها الأحمر بثلاثة أهداف مقابل أربعة. كانت مباراة زين من ناحية الأداء، لكن من النتيجة تعرف أنت، توقف يمكن دام 8 شهور من نهاية كأس العالم اللي في دبي، والحمد لله الشباب ما قصروا يدل عليهم، وباكر إن شاء الله عندنا مباراة مرة ثانية مع ضد المنتخب الإمارات الشقيق، وإن شاء الله نعوض بإذن الله. شوط المباراة الأول بدأ قويا منذ دقائقه الأولى بين المنتخبين، مع أفضلية نسبية للضيوف في الاستحواذ على الكرة والثلث الهجومي، وهو ما أسفر عن تسجيل الإمارات هدف التقدم الأول قبل أن يواصلوا سيطرتهم بشكل أكبر، معتمدين على التسديد من بعيد والاختراق من الأطراف، ويعززون بذلك تقدمهم بتسجيل 3 أهداف أخرى في شوط المباراة الثاني. أكيد ديربي آسيوي، نحن منتخب عمان الشقيق مثل ما تعودتوا دائما مباراتنا تكون يعني قوية وندية لين آخر لحظة، والحمد لله قدرنا نتفوق في المباراة، وقدرنا الحمد لله نستغل الأخطاء اللي كانت موجودة في المباراة، ويمكن بعض الأخطاء اللي إن شاء الله نحاول نتفاداها في مباراة باكر إن شاء الله. وفي شوط المباراة الثالث عاد منتخبنا لأجواء المباراة وفرض نفسه بقوة، مستعينا بلاعب الخبرة الذين تمكنوا من تسجيل 3 أهداف على التوالي وتقليص النتيجة إلى فارق هدف. فالأحمر العماني وعلى الرغم من الخسارة إلا أنه أتاح الفرصة لتجربة أكبر عدد من اللاعبين للوقوف على مستوياتهم البدنية وقدراتهم الفنية. أنا صراحة ما أقدر أوصف لك كيف استقبال الشعب العماني، استقبالهم لنا سواء من فندق، من لعيبة، من كل شيء، يعني ما شاء الله. أول شيء هذا مش غريب على إخواننا العمانيين زين. وثاني شيء صح نفس ما أنت قلت، يعني يوم تعسكر وتلعب ضد فريق منتخب عمان ما شاء الله، يمكن الحين في الرانك 12 أو 11 في الرانك العالمي، يعني الحمد لله، يعني شيء وايد حلو يعني لنا ولهم. هالاحتكاكات هذه بتنفعنا نحن وبتنفعهم، وإن شاء الله ونفس ما تعرف أن احنا مقبلين على بطولة نيوم بتكون في نهاية الشهر تقريبا وبداية الشهر 12، وهم حتى عندهم حق التصفيات ان شاء الله بتكون لهم، ان شاء الله يعني تنفعنا وتنفعهم ان شاء الله. ويتجدد الموعد من جديد مساء اليوم بين منتخبنا الوطني والمنتخب الإماراتي بخوض مباراة اخرى، حيث يسعى الأحمر للوصول للجاهزية التامة على كافة الأصعدة الفنية والبدنية والذهنية قبل الشروع في المعترك القاري، فيما يتطلع الضيوف للاستعداد الأمثل والتي ستقام في المملكة العربية السعودية مطلع ديسمبر المقبل. على الرغم من الخسارة في أولى التجارب الودية، إلا أن منتخبنا الوطني يسعى لتقديم الأفضل في قادم الاستحقاقات.